جراح اعتصاب متقاعد في نطاق كوكبي وعبر الأمة الأمريكية يتجول ويحدث الناس عن تجربته بالاقتراب من الموت. دكتور عبين الكزاندر حكى قصته عبر وسائل الإعلام CNN, GMA, World News, Fox وتطول القائمة. اليوم مع سالي ولتوه أصدر كتابه دليل السماء. نعم الكتاب في المركز الأول بأمازون حتى قبل خروجه وهو عن رحلته بعد الموت بينما كان في غيبوبة ولا تفسير علمي لما رأى أبدا. لأربع سنوات مضت بينما يرقد بالمستشفى دكتور ألكساندر خبير الدماغ البشري وجراح الأعصاب والأستاذ بهارفارد لأربع سنوات مضت وقتها لم يؤمن بالحياة بعد الموت. ما أعرفه يؤكد أن ذلك لا يمكن حدوثه. في 8 نوفمبر 2008 استيقظ بألم ظهر حاد وتقرر أنه أصيب ببكتيريا نادرة للسحاب ونفس الليلة دخل في كوما حيث ترك عالمنا للعالم الآخر. وكانت الحقيقة الراسخة التي أقوى من الواقع هنا. البداية وصفها بأنها مخيفة ومظلمة ولزجة وتحت الأرض ومتسخة أيضا، ثم قال أنه أنقذ بنور مضيء دوار كالمغزل، وحين جاءت علي انفتحت مثل بوابة في عالم ثاني. دكتور ألكساندر شاهد شلالات وبراعم زهور وامرأة تجلس بجانبه على جناح فراشة. وحين استيقظ بعد 7 أيام لاحقا أخته قالت أنه كان يجلس على السرير مثل بوذا صغير ويقول كل شيء جيد كل شيء جيد. دكتور ألكساندر قضى سنوات ليثبت تجربته علميا لكنه لم يستطع. السحاي كان قد دمر قشرة دماغه والتي تحوي على كل أفكاره وكل العاطفة، وهو مقتنع بأن تجربته خارج الجسم وخارج عالمه. وحقيقة أنه التهاب سحاي حاد ساعدني في التأكد من أنها حقيقية وأنها لم تحدث في دماغي ولا حتى في العالم الفيزيائي الخارجي. ودكتور ألكساندر سيلتقي بأوبرا وبدكتور روز الأسبوع القادم ونترقب برامجهم في آخر الشهر. ما أروع هذه التجربة التي يشاركها الجميع. شكرا سالي. مرحبا بكم جميعا في تلفزيون ما بعد الحياة، ونحن نبحث عن أدلة ومعاني لهذه الحياة بعد الموت. واليوم أنا أشعر ما أجمل الوقت لي وما أجمل الوقت لكم أن يكون معنا مؤلف كتاب عن تجربته بالاقتراب من الموت والذي أخذ موقعه منذ الآن في المبيعات الأعلى بقائمة نيويورك تايمز، ليس الثاني ليس الخامس ليس الـ20 ولكن المركز الأول على الإطلاق. الناس يحبون موضوعه والمبيعات دليل واضح، وبالمناسبة اسم الكتاب هو أيضا دليل السماء. لأرجع قليلا لتشاهدوا دليل السماء، كتاب عن رحلة طبيب جراح خارج العالم بعد الموت، وهذه الصورة ويجلس بجانب لنرحب بالدكتور أبين ألكساندر. أهلا بوب، عظيم أن أكون هنا. هذا مثير لي ومثير لكثيرين ممن ألفوا الحياة بعد الموت أو استمعوا لقناتنا والتي تبث لمدة عام تقريبا حتى الآن، والناس سمعوا الكثير من تجارب الاقتراب من الموت، ولكن تجربتك متميزة وهذا ما اكتشفته أنت بعد أن بدأت بحثك وبعد أن كتبت كتابك، صحيح؟ أثناء ما كنت أكتب، نعم كتبت كل تجربتك قبل أن تدرس تجارب الاقتراب من الموت للآخرين، صحيح؟ وكانت نصيحة ذكية من ابنك. لما لا نبدأ بخلفيتك، خلفيتك العلمية، لأنها هي التي جعلت تجربتك بالاقتراب من الموت خاصة ومتميزة. وتذكرني أيضا بتجربة دكتور براين آيزمان الذي أيضا جاء بأفكار جديدة وبحياة جديدة. حدثنا عن خلفيتك. حسنا، نشأت في أسرة علمية، أبي جراح أعصاب وأكاديمي أيضا، وعنده أن العلم طريق الحق. أنا درست الكيمياء ثم تخصصت بالطب في جامعة ديوك، وبعدها تخصصت في جراحة الأعصاب وتدربت في جامعة ديوك،
ثم في جامعة هارفارد، ثم الآن حتى الآن عملت لـ15 عاما في هيئة التدريس بالمدرسة الطبية هارفارد، وظننت أني أعرف كيف يعمل الدماغ والعقل. وعلى هذه الخلفية جاءت تجربتي بالاقتراب من الموت، فغيرت كل شيء تعلمته. وهذا بديع، هل يمكن أن أدعوك ابن؟ طبعا. ما أحب في هذا يا ابن أنك بدأت متشكك، متشكك بمعنى أنك لا تهتم حتى لا تولي مثل هذه الأمور أي أهمية. نعم، كأنه موضوع لا يخصك. نعم، ظننت أني أعرف جيدا كل شيء عن العقل والدماغ، وأنه ذلك يعني لا توجد عندي طريقة لتفسير أي حياة بعد الموت، ولا تفسير للروح وللوعي أن تبقى بعد الموت. نعم، أنا أيضا كنت مخبر خاص، ولم أنظر لغير الأدلة، ولم أجد أدلة لحياة بعد الموت. إلا بعد وفاة والدي قررت أن أبحث في ذلك. وأنت طبعا جاءتك التجربة وجعلتك تبحث بتوسع. أعتقد لنبدأ بما حدث ليضعك في هذه الغيبوبة لتحصل لك هذه التجربة العظيمة، تجربة الاقتراب من الموت. حسنا، لأدخل مباشرة صلب الموضوع. حدثت التجربة قبل 4 سنوات. ضربتني مثل صدمة قطار. استيقظت في الساعة 4:30 صباحا بألم ظهر حاد ترافق بصداع حاد، والحالة زادت سوءا في 3 ساعات المقبلة. ثم أذكر آخر كلماتي لزوجتي ولابني: لا تطلبوا النجدة، وأنا دكتور، وأنا أعرف ما عندي. ولكن كان الأمر أكبر من ذلك بكثير. بعدها لم أعرف ما حدث لي للـ7 أيام التالية. جاءتني نوبات صرع، ولا أذكر أي شيء بعدها. اتصلت زوجتي بالنجدة وأخذوني إلى المستشفى، ولم أكن واعيا بشيء. قصة مثيرة. أنت في غيبوبة لأسبوع، وأدرك مقدما أن مرورك بالتجربة لا يعني أنك تفهم فهما كاملا تفاصيل ما تم في ذلك الوقت. لكن أتطلع لأستقصي أشياء جديدة ربما لم تفكر فيها أنت حين كنت في الغيبوبة للأسبوع. هل كان عندك إحساس بالوقت؟ إحساس مثلا أن هذه التجربة قد حدثت مثلا في الثانية، جزء من أسبوع، كل الأسبوع؟ أعرف أن إحساس الوقت مختلف، ولكن هل يمكن أن تعطينا أي توضيح لذلك فيما يخص الوقت؟ الشيء الذي يمكن أن أجيبك عليه أن الأمر بدأ وكأنه سنوات طويلة. كنت هناك لوقت طويل جدا، وقد أدركت هناك إحساس الوقت هناك مختلف تماما عن هنا، وأكثر حرية، ومن هناك يمكن التواصل مع أي جزء زماني ومكاني هنا في عالمنا. وذلك يفسر ظواهر كثيرة مثل تناسخ الأرواح والرؤى والخروج من الجسد وظهور الموتى الأعزاء عندنا هنا في عالمنا في الأرض. ولكن للإجابة على سؤالك، ما أعرفه أنها حدثت حينما كنت في عمق الغيبوبة، وبذلك العمق توجد معالم أيضا بمظاهر أرضية، والتي تتركز أعتقد التجربة على اليوم 5 والـ6 من جملة 7 أيام للغيبوبة. وساعدت هذه المعالم في توطيد على الأقل تثبيت هذه الحوادث بتلك الأيام. ولكن فيما يخص الإحساس بها، بدت وكأنها قرون من الزمان، لا تبدو كأنها أي 2 أو 3. والعجيب أنه لم يكن عندي تذكر لحياتي الأرضية الخاصة، رغم أني جعلت مستحضرا للأرض خلال الرحلة بتلك المظاهر الأرضية التي سأقول لك عنها. ولكن لأن التهاب الدماغ بالسحاي كان قويا جدا وكان حادا جدا للدرجة التي محى ذاكرتي كليا،
كان دماغي لا يعمل، وهذا كان من العوامل المساعدة أعتقد، لأنه الجزء الذي جعل تجربتي مفسرة ومفصلة وجعلها دليل علمي للحقيقة الكونية كلها، لأن دماغي لم يكن يعمل. ومن الصعب جدا تفصيل الأوقات مواقيت الأحداث، والأرجح أنها حدثت خلال عدة أيام أثناء ما كنت في الغيبوبة. نعم، مهم أنك لم يكن عندك إحساس بشخصيتك الأرضية، وأعتقد هذا كان أحد العوامل أيضا لتجعلها متميزة مقارنة بالتجارب الأخرى للاقتراب من الموت، لأن أغلب المجربين يعرفون من هم، ولدرجة أن بعضهم حتى يرون أجسادهم، يخرجون من أجسادهم ويرونها أمامه. ويفهم من كلامك أن عدم إحساسك بشخصيتك الأرضية جعل تجربتك متميزة. لماذا؟ كلمنا فيها في اعتقادك، لماذا هي متميزة بسبب عدم إحساسك بشخصيتك؟ ما حدث هو أنه بسبب شدة صحاء الدماغ، والذي يمكن القول أنه النموذج الأمثل لحتمية حدوث الموت، هو أن دماغي لم يكن يعمل، ولأن الصحاء بتحديد يهاجم سطح الدماغ أو القشرة، وهي مركز كل المواصفات البشرية من سمع وبصر وكلام وإحساس وذكريات واللغة والفهم، وفهمنا لمحيطنا وفهمنا لعلاقاتنا بالآخرين، وباختصار كل وعينا وشعورنا مكانه قشرة الدماغ. وبعملية محو هذه القشرة في دماغي، واستنادا إلى خبرتي في عمل الدماغ، يجب أن لا يكون هنالك أي فرصة للنشاط في عقلي أن أتفاعل، ولكن أن أتفاعل مع تجربة قوية وناصعة الأحداث وحقيقية بصورة أكبر من الحقيقة، وتجربة كأنها استمرت لسنين. وهذا كان مباشرة مع خروجي من الغيبوبة، خرجت حتى بتسعة فرضيات في محاولة لفهم من أين أتيت بهذا الوعي العاصف المتيقظ. وهذه كان محاولة لتفسير التجربة العميقة والنسيج الحقيقي، وعمليا ليس أي من الفروض التسعة التي وضعتها يفسر أي شيء عما مر بي. وفي الخلاصة، التفسير الوحيد المقبول هو أن هذه التجربة حقيقية، ولكنها لم تحدث في دماغي، ولم تحدث أيضا في العالم الفيزيائي الخارجي. وهذه كانت أعظم نتيجة أثبتتها تجربتي، حيث أن السحاي أحضر فرصة ووضع فرضا أن ذاكرتي غير موجودة، وذلك بعدم وجودي على الأرض. وخرجت من الغيبوبة بدروس جوهرية عن حقيقة وجودنا وحقيقة وجود وعمل الكون كله. وأقول هنا أن تجربتي بالاقتراب من الموت هي الاستثناء الذي يثبت القاعدة، لأن تجربتي ليست نمطية، وتثبت بإثبات كبير جدا وعي متمدد وعاصف بمعزل تام عن الدماغ الذي كان ميتا وقتها. وأكبر دليل تبرزه رحلتي وتثبته هو خلود الوعي وخلود الروح. نعم، دليل لا يمكن تجاوزه، وتجربة لا يمكن أن تكون هلوسة طبعا، فهي حقيقة وأكبر من الحقيقة. لكن حين تقول ذلك، فمن المثير أن إصابتك ببكتيريا سحائي، والتي حتى أنت لا تعرف كيف التقطتها، صحيح؟ كما قلت، نادرة الإصابة ببكتيريا الإيكولا للكبار، أقل من 1 إلى 10 مليون في السنة، ولم نجد أي سبب كيف التقطتها ولماذا التقطتها. حالات الندرة هذه أحيانا نعزيها لخلل في نظام المناعة، أو لإصابة بإيدز، أو لمرض السكر، أو غيرها من الحالات التي جميعا نعتبرها استثنائية. ولكن عندي وليس عندي أي من هذه الحالات، ولذلك لم نجد سببا، وجعلتني أركز أنها نادرة وأنها حالة فريدة. والحقيقة الثانية هي سرعة دخولي في الغيبوبة، فأنا أخذت من 3 ساعات. وإذا بحثت في دراسات السحائي الدماغ، ستجد أن الدخول في الغيبوبة في الساعات القليلة الأولى دليل على هبوط فرص الحياة لأقل من 10%.
ولذلك كانت هذه النقطة هي اهتمام العاملين بالطوارئ وقتها، وبعدم الاستجابة للمضادات الحيوية في الأسبوع الأول، ثم بالتدهور العصبي بلا إحراز أي تقدم، جعل فرص حياتي أقل من 2%. عليه توقع أن تكون ميت كنبات، موت نباتي. دعني أرتب الأحداث. فأنت تأتي بحالة نادرة وسيئة جدا، وأنها لم تزدد إلا سوءا، ولا يعرف أحد كيف التقطتها. وأيضا أنت تعتبر الوضع مثالي لإثبات لا يقبل الجدال، إثبات مادي وعملي، أنه لا يوجد حياة في الدماغ، وبالتالي تجربتك تجربة حقيقية لأنها بدون الدماغ. وأيضا من حيث حساب الاحتمالات، أنك يفترض أن تكون حياة نباتية، ولكنك عشت، وأنظر إليك الآن. باعتبار كل هذا، أحب أن أسألك، هل تعتقد أن كل هذا مقدر ولغرض، وأن هناك هدف وحكمة وراء كل هذا التوافق؟ بمعنى، هل تعتقد أنك تم تهيئتك لرسالة تؤديها؟ في البداية أخذت بالتجربة مثل الملايين الذين جربوها ورجعوا، فمشاهدة الحقيقة الناصعة الواضحة مدهشة جدا وأخاذة. وحينما كنت أكلم بها من حولي، لم أكن أدرك حالة المرضية المتدنية، والكل يقول طبعا أنت مريض جدا وأن أي شيء ممكن. الرسالة في البداية كانت لا تتكلم عن تجربة عجيبة مثل هذه، لأن الجميع سيتصورون أنني من شدة مرضي أي شيء ممكن أن يحدث لي. ونيتي الأولى كانت أن أكتبها كتقرير لي لشخصي، تقرير لحالة العصبية، وليفسر أيضا لنفسي كيف حدثت هذه الحقيقة الناصعة الواضحة، بينما لا يوجد في دماغي جزء يعمل. ابني الأكبر حكيم جدا، بعد خروجي من المستشفى بيومين جاءني في الغرفة، وكان مأخوذا أني حتى حي، أنني عدت سالما. قال لي: إذا أردت أن يكون لتجربتك فائدة، فاكتبها قبل أن تقرأ أو تطلع على أي تجارب لآخرين، ولا تقرأ لا في الفيزياء ولا في الكونيات، اكتبها بينما أنت تستيقظ. وكانت نصيحة حكيمة، وفعلا كتبت 20,000 كلمة في 6 أسابيع عن أي شيء أذكره في عمق الغيبوبة. بعدها بدأت أقرأ تجارب الآخرين بالاقتراب من الموت، ودهشت لتشابهها ولدعمها بعضها البعض. وتجربتي تؤكد أنها ناصعة وحقيقية بصورة أشد من الحقيقة ومن واقعنا الأرضي، وتؤكد أنها حدثت، وأنها لم تحدث في دماغي، وأنها لم تحدث في الواقع الفيزيائي الخارجي. وحينها أدركت قوة المعنى الذي تقوله لي قصتي، إنها تقول لي شيئا جديدا. وقاومت حقيقة فكرة أن هذا قد حدث لهدف، وأنا كما تعرف طبيب وعالم، أستقصي في موضوعية تامة وبدون تصور مسبق للأشياء وبدون افتراضات أن هنالك شيء خاص عني. والآن أفهم أن هذا شيء ليس عني، وإنما يخاطبنا جميعا، ولهذا أعتبر الأمر تذكير للأرواح جميعا. فالأرواح في جوهرها تعرف وعارفة، إلا أنها مغطاة بغلاف من التشكك، وذلك لطبيعة عصرنا. لكنها تحس الحقيقة، وخاصة حين يسمعون قصتي يحسون بالحقيقة. والخصوصية لا أعتقد ترجع لشخصي، وإنما الخصوصية للرسالة، الناس ليفهمون أن هنالك ما هو أكثر لوجودنا من هذه الحياة المادية الصغيرة الضيقة، من الميلاد وللموت ولا أكثر. الناس يدركون ذلك. نعم، كل ذلك، وأيضا مغدراتك. فالناس يحبون أن يسمعوا من شخص عالم أكثر مثلا من شخص مثلي. فأنا ليس عندي خلفية علمية كما عندك،
والناس يقدرون ذلك، يقدرون العلماء، لأن الناس يحاولون أن يجدوا أسباب مقنعة لأنفسهم ليصدقوا في الحياة بعد الموت. فالناس تبحث عن شخص بمقدرات، ويمكنك أن تعطي كثيرين من الذين لا يهتمون سببا ليهتموا ولينتبهوا لقصتك، ولهذا سبب أنت خاص. سأقول لك أني قرأت العديد من تجارب الاقتراب من الموت بعد أن كتبت، وتعلمت كثيرا من وصف جميل وعميق وحقيقي، وكثيرين من هؤلاء ليسوا أطباء وبلا دكتوراه ولا حتى أي تعليم عالي. فالغنى في هذا المجال هو في غنى التجربة نفسها، وفي القلوب الممتلئة بالمحبة والتي جلبها العائدون من ذلك البعد الروحي. وصحيح مهنة الطب يمكن أن تساعد في تقريب الصورة، ولكن صدقني أن الحقيقة أنني بعد أن خضت التجربة، وصحيح معي هذه المعرفة العلمية بالدماغ، لكني هناك لم أذكر أي شيء مما أعرفه، ولا حتى شخصيتي ولا أسرتي، ولم أذكر جراحة الأعصاب ولا هذه التفاصيل، ولكن شهدت ذلك العالم المضيء الناصع الجميل في عمق الغيبوبة. وساعدتني هذه بعد الكتابة التجربة أن أقرأ في أدب الاقتراب من الموت للآخرين، وأطلع على قصص كثيرة وكلها تدعم تجربتي. وكما قلت لك من قبل، ليسوا بأطباء ولا حمل الدكتوراه، وإنما هم أناس عاديون. أتفق، ولكن الجمهور يهتم برسالة من متخصص وتصل لمستمعين ربما لن يهتموا بها لولا ذلك. صحيح أن هناك كثير من مشاهدي التلفزيون ما بعد الحياة يحبون أن يسمعوا للتجارب، وليس بالضرورة من علماء، هذا كله صحيح، ولكن لكن أيضا شاهدتك في التلفزيون عدة مرات، وأعتقد أيضا أن عندك أسلوب أنك لا تنفعل مع رغبة المتشككين ومع طريقة كلامهم، وتتكلم بترتيب شديد أيضا وبلباقة، ولكن أيضا حينما تواجه بالتشكك، حتى أني لا أشعر بالفرق حينما يطلقون عليك عبارات عدائية. نعم، أعتقد أننا جميعا هنا لنصل للحقيقة، نحن هنا جميعا معا، نحن هنا لسنا في معركة، وأنا أرحب بمن يأتي بعقل مفتوح وأسئلة، وأرحب بالتشكك الصحيح، تشكك صحي، وتلك هي الطريقة الوحيدة لنعرف الحقيقة، لنقترب من معرفة الحقيقة، حقيقة وجودنا. أحيانا أجد التفكير المنغلق، صحيح يواجهني ذلك، ويواجهني من يتهمونني بالتشكيك، يتهمون مثلا بمؤهلاتي أو مثل ذلك. وقد كان علي أن أقرأ كثيرا، أكثر بكثير مما أحتاجه كجراح أعصاب، حيث نعرف قليلا جدا عن الوعي. كجراح أعصاب لا نعرف حتى كيف يعمل التخدير مثلا، بينما نمارسه يوميا لأكثر من 150 عاما، وهذا يعطيك فكرة عن محدودية علومنا ومعارفنا. وكان علي أن أدرس في تلك الفترة بنفسي كثيرا جدا، وتطلب أن أدرس شيء نسميه العقدة الصعبة للوعي، وربما هذا هو السؤال الأصعب المتداخل مع الفلسفة الأعمق والأغراض الأعمق لكل البشرية، والأبعد على أن تكون لها، أن يوجد لها حل. كذلك كان علي حل اللغز في الاستيعاب التطبيقي للكيمياء الكمية، الفيزياء الكمية، وما يعنيه ذلك لي وللجميع عن ما سنسميه الحقيقة. هذا يعني أنك صرت طالبا من جديد. نعم، كان علي أن أدرس بشدة لثلاث سنوات ونصف، وأخبرك أني قرأت ما يزيد على 300 كتاب، وحين كتبت مسودة كتابي كانت 4 أضعاف حجمه الحالي، لأنه كان يجب أن يفسر لي شخصيا أولا ما يعنيه ذلك. جزء منها متعلق بسؤال التسيير والتخييرة، الإرادة والقدرة، علاقة الطاقة والكتلة، علاقة الزمان والمكان،
كان علي أن أتعمق فيما نعرفه عن الحقيقة للخروج بإجابة متماسكة لم أكن أملكها. لكن حين صار الكتاب للعامة أصبح كثيرا مما كتبته ليفسر لي شخصيا لا أحب أن أرهق به القراء، فسحبته. كان علي أن أسبك تلك المعارف بنقاطها العالية، وذلك ليس لفهم المعالم الجانبية، لا، وإنما لفهم الوعي بأسس الوجود. صحيح كتابك يقلب صفحاته بنفسه، أقول هذا لأني حينما كنت أقرأ أقول هذا الباب، نعم هذا الباب أيضا، لا 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 هذا الباب، ولا يعطيك أبدا فرصة لتتوقف. نعم هو يأخذك، وما قصدته في الكتاب أن يكون سهلا، أن يشد الانتباه، وأن يعطي الرسالة محشودة وقوية وبأقصر الطرق للقارئ العادي، ودون أن يكون جافا ودون أن يكون مؤلما ليركز عليه، وأن يأخذ القارئ بكفاءة شديدة للمستويات الأعلى من المعرفة. نعم أعتقد أنك موفق، وهو يحكي قصة والناس يحبون القصص. حسنا لندخل في القصة. قل لنا، قل لنا، الجميع يعلم أنك لا تستطيع أن تضع الأحداث بتسلسل زمني دقيق، لكن طبعا نحن بشر وعليك أن تفعل، صحيح؟ دعني أسألك أن تربطها لنا زمنيا وتختار نقطة وتحكي لنا كيف بدأت القصة كما وردت في كتابك. حسنا، أولا حينما استشعرت وعيي في عمق الغيبوبة لم يكن عندي إحساس بحياتي الخاصة ولا أسرتي ولا الأرض ولا الكون، ليس عندي ذاكرة، كل تلك المادة كانت قد محيت من دماغي في البداية، وكنت في وضع رتيب راكد غير متفاعل سميته المجال الأرضي، وبقيت في ذلك التطور لوقت طويل أتساءل من كيف ماذا، لا توجد أي إجابة، فقط أشاهد طين، أشاهد فقاعات، أشاهد حيوانات تقفز من الطين وتغوص فيه، أشاهد أصوات هتافات أو ضربات إيقاعية ثقيلة عميقة، وكأنه مشهد لا نهائي من الرتابة. بعدها بدأت الثورة الثانية وظهر شيء مثل خيط نور دوار مثل المغزل متحرك نحوي، وهو جميل ومعه لحن محبة علوية جميل يختلف جذريا من ذلك الإيقاع الرتيب الذي ظللت فيه، والنور ظل يتحرك نحوي وليس لدي مطلق إحساس بجسمي أو بشخصي أو حتى بواقعي، وهذا النور متحرك نحوي، وكنت قطعة وعي مع اضطراب النور انفتح وسط ذلك النسيج الراكد القبيح، انفتح على ضوء واسع وعلى وادي جميل أخضر زاهي، وأنا مسترسل في الوادي لأني كنت بقعة على جناح فراشة بألوان جميلة، والفراشة تحلق ببطء في الخضرة وفي دوائر، ثم ظهرت ملايين الفراشات في نهر من الحياة، نهر يعج بمختلف أشكال الحياة، وكنا حين نمر بالأزهار تتفتح وببراعم الأشجار تنبتخ، وتحتنا كان يوجد مخلوقات كيانات سميتها في كتابي فلاحين، ولكن الآن أعتقد أنهم أرواح، وكانت هذه الأرواح ترقص بطرب وبهجة، وأطفال يلعبون، وكلاب تقفز، وشلالات وينابيع بديعة، وهنالك شيء مثل الإنشاد الديني وإنشاد الوطني، وهنالك أقواس تنزل قمة وراء قمة، وهؤلاء سميتهم بالملائكة في كتابي، وعالم جميل رغم أن فيه مظاهر أرضية كثيرة كالنباتات والأزهار والفراشات والفلاحين في ثيابهم الزاهية، وهذا المزج، هذا الطور الثاني سميته البوابة، حتى الآن خلطته بالطور الثالث الذي أسميته الجنة، فالجنة كانت ما أسميته العمق. أيضا في البوابة كان بجانبي على جناح الفراشة بنت جميلة تلبس نفس ملابس الفلاحين تحتنا، ولا أنسى أبدا وجهها وعندها هذه الابتسامة الجميلة حين نظرت إلي بعيونها المتألقة الزرقاء، وليس عندي لغة أو تعبير وقتها، ولكن أفكارها كانت تنتقل إلي مباشرة، تدخل مباشرة إلى عقلي وتقول أنت موضع حب ومعزة بعمق وإلى الأبد، ولا شيء يغير ذلك، ولا تخشى شيء هنا،
ليس الحيز الأرضي، ولكن هنا لا تخشى أي شيء، لا شيء يخاف منه هنا، وكانت أقصى درجات الراحة. وليست الكلمات، وإنما شعور الحب الغامر غير المشروط القوي الطاغي واللا نهائي. ثم جاء مثل النسيم الدافئ، مثل نسمة صيف هبت علينا، وكان هذا أول وعي لي بالقداسة وبالألوهية وبالقوى المهيمنة العالمة بشمول والمحبة بلا تناهي وبراحة تامة وقبول بعدم شروط. ومع وعي بهذه الحالة انهار كل شيء وهبط، هبط كل الكون، كل الأبعاد العليا كلها انهارت. ودخلت الآن في البعد الثالث والذي أسميته العمق، وكان ذلك عالما لا نهائيا في حجمه، ولون أسود ولكن سواد بلا حدود. تصور كل الوجود بزمانه ومكانه وأفلاكه ولا تناهيه، أحس كل هذا اللا تناهي أمامي، هذه اللا محدودية. ثم أن صوت الآم، وهو الاسم الذي أطلقته على المقدس الخالق، لذلك حينما كنت أكتب تجربتي كل كلماتنا الأرضية مثل الله والإله ونحوها كلها محدودة، كلها تشتت القوة وتشتت ذلك المعنى للحضور القوي الكبير الذي هو أكبر من أي كلمات. ولذلك كانت تسميتي لذلك الإله، والذي أعتقد أن الجميع سيتفق معي أنها أقرب. في الشهور الأولى لكتابتي كان ذلك الاسم هو ما سميته، استخدمت كلمة آم لأنه كان الصوت الذي سمعت، أصلا كان الصدى لذلك الحي القداس المحب بكله، تلك القوى عبر الأبعاد العليا وعبر كل الخلود. وطبعا حينما كنت أقول صدى، سيبني الجميع أنها لها فهما فيزيائيا، ويتصورون حدودا ويتصورون تردد الموجات والطاقة، ولكن ذلك في اللا تناهي ذلك كان هو تكامل لكل شيء ولأي شيء في الأبعاد كلها. كان الآم لا نوع له على الإطلاق، وكما قلت أي صفة من عالمنا الأرضي تكون مزرية القصور، لا تعني أي شيء في وصف القوى. وهذا الإدراك هو أيضا ما فضح عندي محدودية علومنا ومعارفنا الحالية وحتى المستقبلية، لا يوجد حدود لتلك المعارف في عالمنا المادي، لا يمكنها أبدا أن تتداخل بمعارضة أو بتأييد في معنى وجود ذلك الإله، لأنه وراء أي تصور، وراء الخيال الجامح، وراء أوسع ما تصله أحلامنا، خاصة أننا عالقون هنا في فكرة الدماغ والجسم البشري. حينما دخلت إلى العمق وجدت نفسي في كتلة من النور تزن ملايين الشموس، ثم ذلك السواد اللامتناهي يحتوي كل معنى للحب بلا شروط، وذلك كليا خارج هذا الكون. وصدقني حينما أقول أنا، ذلك لا يعني أنا، يعني كل الأكوان متعددة الأبعاد. ومؤكد ليس بوعي ألكساندر الصغير الضيق، إنما كنا جميعا وكل الأكوان، وهذا أعتقد ينطبق على أرواحنا جميعا، لأنها كلها تعرف بذلك العمق. وحقيقة رسالتي هذه مجرد تذكير للناس بحقائق يعرفونها أصلا، وأنا هنا أحاول كشف تلك المعرفة الموجودة في وعي كل منا. وأعتقد من بركة تجربتي هذه أنك لا تحتاج لتجربة الاقتراب من الموت لتعرف ذلك، فقط عليك أن تكون متيقظا، ويمكن أن تكون متيقظا بوسيلة الصلاة وبوسيلة التأمل العميق، وبها يمكن لأي فرد منا أن يتواصل على الدوام مع الروح القدس داخل أي منا، فهو أصلا هناك موجود ليؤكد لنا صلة المحبة، ويبشرنا بعلاقتنا به وبارتباطنا بكل عناصر الوجود. ونستطيع ذلك بإسكات ذلك الصوت المشوش للخوف وللقلق داخل عقولنا، وللتوغل بعمق وعينا الداخلي لنتواصل بمن وصلت إليه أنا في ذلك العمر. يا إلهي هذا مدهش، أشياء كثيرة قلتها هناك، دعنا نرجع قليلا ونتكلم أكثر
عن الفراشة. شاهدتك عدة مرات بالتلفزيون وأنت تتكلم عن جناح الفراشة، وأعتقد المتشككين يعجبهم ذلك لأنه يبدو غريبا. سؤالي هو، لاحظت أن من جربوا تجربة قرب الموت أو في فهم أن العالم الروحي حينما نصله يوافق أفكارنا، يوافق ما نفكر به، كل ما نفكر به نحصل عليه. أتساءل إن كانت فكرة جناح الفراشة، وأعتقد أنه لم يكن لديك إحساس بشخصك أيضا كما قلت، هل تعتقد أن فكرة جناح الفراشة ناتجة من تجاربك الشخصية، أم على الناس أن يأخذونها حرفيا، يسافرون على أجنحة الفراش مثلا؟ سؤال ممتاز. أقول أن تجارب الاقتراب من الموت وتقارير ما بعد الحياة يعود تدوينها لأكثر من 2500 سنة، وذلك عند قدماء المصريين وقدماء غيرهم، وذلك ينعكس في معاملة الموتى، ونحن نجد التشابه كبير أكبر من الاختلاف في تصور الحياة بعد الموت، وأنها حقيقة أكثر من الواقع، أكثر من الحياة الأرضية التي نعيشها. وهذا هام أيضا، الوعي الذي عشته أثبت لي أن أرواحنا خالدة. ونحن واعين بغض النظر عن وجود الدماغ، نحن واعين في دواخلنا. الدماغ لا يعدو كونه صمام فقط أو مصفى أو حجاب سمه، وهو هنا لهدف، وهو أننا لسنا دائما مستعدين لنستوعب، لنتقبل البعد الروحي الناصع. وجزءا من المشكلة أننا قد نغرق، وأرواحنا العليا ليس فيها حواجز البعد الأرضي للدماغ والجسد والحياة الأرضية الضيقة هنا. هناك لا توجد إعاقة للزمان والمكان، الوعي هناك محشود بحياة غنية وبامتداد لا متناهي. وعلينا طبعا هنا في هذه الحياة الأرضية أن نحجز هذا ونتلقاه مثل القطار اللي نستطيع أن نعيش. تصور أننا كحيوان ثدي يتقلب في التطور الدارويني الأرضي، لن يمكن أن نفهم، نحن نتمرغ هنا في الوضع الضيق المتسخ. لكن طبعا هنالك طريق للتواصل أو للرجوع لذلك العالم خلال هذه الحجب والحواجز، منها وسيلة الصلاة، الصلاة الجياشة، ووسيلة التأمل، وأيضا ما أسميه بهبة اليأس التي أراها في مرضاي كثيرا، مرضاي بحالات ميؤوس منها أو لأعضاء في أسرهم، حينما يتعاظم إحساسهم بالفقد فيصل درجة أنهم لا يستطيعون تحمل المزيد، فيحس هؤلاء بهذه المحبة القدسية اللامتناهية لهم وتخرجهم من حالتهم، فيعرفون أنهم موضع محبة ومعزة وعناية، وأنه لا موجب للخوف. ومرة أخرى التواصل يمكن أن يتم من خلال التأمل العميق، ولأفعل ذلك علي التخلص أولا من صوت الأنا الصغير، هذا الإيجو الذي يشوش التفكير، والذي لا يملك في حقيقة الأمر، لا يملك أي صنع للقرار، هو لا يصنع القرار. الأنا الحقيقية هي صاحبة القرار، هي الشاهد، الأنا التي هي نحن، التي هي الوحدة لكل الوجود، التي هي العمق. أسكت ذلك الصوت الصغير في وقته، فهو صوت الخوف وصوت الاضطراب، صوت الإيجو، ليس صوت الأنا إطلاقا. يجب إطفاءه، يجب إيقاف ذلك، وإيقاظ الرابط وإيقاظ الوحدة فينا، إيقاظ مصدرها. أرجع بك مرة أخرى، إذا تقول أن الفراشة نوع من الكناية أم حرفية؟ كما أقول هي فقط الوقائع، أنا أقول التجربة كما هي، أذكرها، لم أصححها، لم أعدلها، أنا لا أصوب ولم أكتبها لترضي الناس، لترضي أي شخص، لم أفكر في كناية، هذا ما أذكر. صحيح هنالك متشككين، جناح فراشة وبنت جميلة، حسنا هذا ما أذكر، لا يهم إن تشككوا أو لم يتشككوا، أنا لم أضف شيئا.
هي قصة، القصة نفسها أكبر وأعمق مما عكست في الكتاب، وقد اختصرت كثيرا مما كتبته في البداية كما قلت لك، ومقاطع منها حذفتها كانت مضيئة جدا عن الرحلة. وهذه المقاطع التي حذفتها أناقشها عادة في محاضراتي، وكثير من هذا سيعرض في كتابي القادم، في كتابي القادم بلورة للدروس التي تعلمتها في العمق وما تعنيه، حيث أستعرض في الكتاب إحساس ومعنى المحبة. المحبة غير المشروطة وغير المتناهية لأي واحد منا، وذلك هو النسيج الفعلي للأبعاد العلوية في ذلك المجال الروحي الذي لم نعرفه هنا. الشر هنا فقط أثر، الشر هنا للتصفية، الأمر كله إبداء للمحبة للخالق وللرباط بزملائنا الأرواح حتى ونحن في هذا الحيز المتدني في البعد الأرضي. هذا سبب وجودنا هنا، أن نبدي المحبة حتى في هذا العالم الناقص. لذلك ليس في أي من هذا كناية، لا توجد في الكناية. في الحقيقة تأكد لي حين اطلعت على أعمال إليزابيث كوبر روس، وهي قد كتبت حينما تجولت في معسكرات الهولوكوست بنهاية الحرب العالمية الثانية، وأخذت جدا بملاحظة أن الأطفال الأيتام والذين أدخلوا في أفران الغاز كانوا ينحتون الفراشات على الخشب، واحتارت في هذه الظاهرة كثيرا، احتارت لعقود. ولكن أنا أخيرا أدركت، وهي أخيرا أدركت، أن الفراشات ترى كثيرا في مشاهد ما بعد الحياة، وكيف أن الأطفال ذكروا فراشات ملائكية أنقذتهم، وقصص كثيرة مدهشة. ولكن باختصار ليست كناية، هذا ما أذكر، أنا فقط سجلتها. أعلم أنك تدرك كل ذلك، وكان يمكنك أن تحذف ذلك المقطع، وأرى كيف مهم أنك لم تفعل. بالنسبة لي ليس مكان التعديل كي تعجب الناس أو لا تعجبهم، وبنفس المنطق لا أضيف أشياء ليست هناك. كثير من الناس مثلا في العقيدة المسيحية كانوا يفضلون لو أني رأيت المسيح، حسنا آسف جدا لم أرى المسيح ولذلك لم أذكر، ولكني رأيت إلها محبا بكل جزئية، وأعتقد هو نفسه الذي عرفه المسيح وتكلم عنه. ذلك الإله المحبة، المحبة التامة، هو ما وجد المحبة الكاملة، تعرفت عليه عميقا، كما أدركت أيضا أننا جميعا نعرفه، نعرفه بعمق، ويمكننا التواصل معه عميقا في وعينا. تكلمت قليلا عن الشر، وفي الكتاب قرأت لك أنك تعتقد أن الشر جعل الإرادة الحرة ممكنة. تعجبني الفكرة أن الشر في وجودنا المادي هو ما يجعل إرادتنا البشرية الحرة ممكنة. هل شرحت هذه الفكرة؟ حسنا، حينما رجعت من التجربة وأدركت تلك القوة المطلقة القادرة على كل شيء، والتي كلها محبة، والتي هي أقوى من أي تصور، جعلت من الصعب علي التصالح مع حدوث الشر وعدم العدالة هذا الساري بعالمنا. وبصفة خاصة كنت أنازع وأصارع المعاناة للأبرياء في واقعنا، وكان علي أن أتعلم كثيرا من هذا، وأن أفهم كيف يحدث هذا. وبعد معرفتي ما عرفت ومواصلتي التأمل كثيرا لهضم بعض الدروس هناك، وصلت لنوع من المصالحة مع هذا الموضوع. والشر يرتبط بمعرفة أن ذلك الحب غير المشروط، والذي هو أكبر من الخيال، حيث أنه يحب أي منا أكثر بكثير مما نحب أنفسنا. وهذا أيضا يفسر لماذا الإيمان مشجع من المسيح ومن كل المعلمين الآخرين، لأن الإيمان هو ما يحررنا لنفتح أنفسنا ولنتقبله
بعد ما نغوص في وعينا ونستشعر قوة ذلك الإيمان وندرك أنه يتجسد لنا عمليا في واقع حياتنا، هذا هو المطلوب. ذلك لأن الواقع هو حقيقي ويفترض أن نعيش فيما بعد هذا الجانب من الحجاب. نحن لا نعرف ما بعد هذا الجانب من الحجاب، ويصعب تعايشنا بوضوح كافي. ولو أنه كان واضحا مثل ارتفاع القمر في السماء مثلا كل ليلة، فلم نكن نستطيع التعامل معه بكفاءة في المستويات العليا. لن يكون عندنا التقدير المستحق والتقدير المطلوب بحقيقة الوجود في ذلك البعد. ولذلك الإيمان مطلوب ونحن نعيش هنا في هذا البعد الضيق. العلم لن يمكنه أبدا أن يثبت أو لا يثبت، أو حتى إذا داخل في الوجود في ذلك المستوى العالي. والله أكبر وأشمل من خيالاتنا مهما جمحت ومهما تمددت. ونحن كبشر لا يمكن أن نحاول أن نقول أو لا نقول نعم أو لا، فذلك متخفي في المستويات العليا. أعرف أن مستمعين الآن متحرقون ليسمعوا، هل هناك نار وعذاب؟ يمكن أن تتابع لنا عن الظلام والنور الذي رأيته. النور والظلام ربما منطقة أخرى، لكن كثير من مجربي قرب الموت يتحدثون عن نور داخل الظلام، وأن الظلام نفسه ودود ومخملي ومتعدد الأبعاد ومتعدد الإحساس. يتساءل كثيرون عن الشر في عالمنا، هل أبدا يوجد إحساس بعذاب جهنم؟ وهل يوجد رابط لذلك بما أسميته ظلاما؟ فيما يخص الشر والذين يتسببون في الألم والعذاب للآخرين، عادة يندمون على ما فعلوا، لأنهم هناك في مراجعة أعمالهم سيندمون حين يغادرون الجسد، يعيشون ذلك الألم والعذاب في أي عمل اقترفوه، يعيشونه كمتلقيين، وهو أصعب بما لا يقاس في ذلك البعد الروحي الصافي، أن تحس بالألم الذي سببته. في هذا المعنى نعم هناك جحيم، لكن شخصيا لا أعتقد في جحيم لا نهائي كما هو مصور لنا في الكتب الدينية كالمسيحية التقليدية. والسبب أن الله كمال مطلق ومحبة مطلقة وقوته مسيطرة، ولا يعقل أن جزء من تلك الخليقة المحبة تكون ملعونة في لعنة لا نهائية. كل الأمر أن أرواحنا مرسلة في المجال وتقترب باستمرار من قداس المحبة. الأمر كله هدف التعليم في هذه الحياة. ولذلك أنا أنظر للصعاب وللمعاناة والمحن كشفاء أكثر من أنها مرض. هي تداوي، هي فرص للنمو وللتطور. أرواحنا جاءت هنا لنتعلم الدروس، ونحن لا نتعلم إلا من خلال الصعاب، بتقبل هذه الصعاب وتقبلها مثل فرص للتعليم، وبإظهار الحب وبإظهار العطف في هذا البعد الناقص، وبذلك نتطور في البعد الروحي، نظرا لأن النسيج العلوي هناك مبني على المحبة، ويجعلنا نفهم أن الشر ما هو إلا مطهر، ما هو إلا منقي لنا، ما هو إلا حافز لتحرير إرادتنا. ونظرا لأن الصعود في المجال العلوي هو تلقي لهذه المحبة غير المشروطة من الخالق للخلائق، هو انفتاح عليها. وأي شخص يسبب الأذى والألم في هذا البعد الآن عليه أن يدفع الثمن، أن يعوض عن ذلك في هذه الحياة أو في الحياة المقبلة. بالنسبة لي هذه هي الطريقة الوحيدة التي تستقيم في التفسير. الأمر أيضا يقتضي أن يكون هناك تناسخ أرواح كجزء متمم لهذه العملية. الطريقة التي وصفت بها التجربة في الكتاب فيها نهاية، حيث تقاتل العمق وترجع مرة أخرى للبوابة. ترجع لذلك الوجود الطيني القاتم اللزج، ولكنها تختلف عن حينما صعدت في المرة الأولى. نعم،
كان صادما حين تذكرت ذلك المرة الأولى. لقد كنت في العمق حين أخبروني أنهم سيعلمونني، لكن علي أن أرجع. والإعلام كان بواسطة سواد إلهي، سواد من المحبة الباهرة، من المحبة المقدسة تفوق أي خيال. وذلك السواد كان في حضن نور ساطع. لم أعرف حينما قالوا ستعود، لم أعرف إلى أين أعود، وأرجعوني إلى الأرض هكذا دون مرور بطريق أو خارطة. وكان صادما في البداية. في البداية لم أفهم، وحتى الآن ليس عندي لغة لذلك، ولا زلت أحاول الربط، لكنني دائما كنت أتذكر اللحن وأخذ وقت في تذكر اللحن. النغمات كانت مربوطة باستحضار خيط النور المغزول الجميل، فينفتح في البوابة والبوابة تفتحني في عالم جميل، والعالم فيه يبدأ بالفراشة والبنت جالسة بجانبه. كل مرة أدخل للمشهد، ودخلت عدة مرات، بعدها أرجع للأرض. ثم مرة أخرى تظهر النغمات في البوابة، في جناح الفراشة، في البنت، أفكار مريحة، ثم المحبة بدون شروط، وأشعر أني محبوب وأني معزز. ثم أخرج من هذا الكون كله وخارج كل الخلود لأتعلم دروس عند كتلة الضوء وعند الحضرة الباهرة. وحدثت لي هذه الصورة عدة مرات في أيام الغيبوبة، ودائما يخبرونني سترجع وأنك لست هنا لتبقى. وفعلا في يوم حاولت أتذكر النغمات ولم أستطع الرجوع، ورجعت بصورة نهائية للمجال الأرضي. حينها وعيت لقوة الصلاة، لأنني أحسست بأغواس الكائنات التي تصلي. الكائنات الكل راكع بعباءات، وهم يحملون شموع وهمهمة تأتي منهم، وآلاف خارجون من الظلمة، ومن الهمهمة ومن الطاغة التي تخرج منهم تخرج سحب بديعة، وهي تحتدم وترجعني من للبعد من هنا. وحين كتبت ذلك لأسابيع لاحقا وصفتهم بأنهم كانوا يصلون لأجلي، وذلك تماما ما كانوا يفعلون. لم أفهم وقتها، بصورة ما كان مريحا حين عرفت أن اللحن لم يعد يعمل ليدخلني إلى ذلك البعد العلوي كما فعل قبلا. وفي الحقيقة حزنت في البداية، حزنت حزن يفوق التصور أن أبواب السماء قد أغلقت. وذلك حين رأيت مثل الرؤية لآلاف الناس يصلون لأجلي لأعود للأرض، هم من الأرض، مع أن المشهد لم يكن أرضيا، لكن عرفت أنها الصلاة، إنهم يصلون لأجلي. ولذلك أخبر دائما العاملين في الحقل الطبي وأسر المرضى أن لا يستهينوا أبدا بأمر الصلاة، أن لا يستهينوا أبدا بأن روح الشخص العزيز القريب لك دائما حاضرة، وأن الصلوات تصل. ولست بهذا أقول أنني رجعت كليا بسبب الصلاة، ولكن الصلاة كانت هناك وكانت تعمل عملها. وأنا كجراح للأعصاب عايشت حالات كثيرة جدا لأسر المرضى، أسر متماسكة وصلوات مكثفة للمرضى، وفي النهاية يموتون، وذلك لا أعتقد نقصا في صلاتهم أو في إيمانهم. لكن المهم في الأمر أن الصلوات تصل، ولا يهم إن مات الشخص أو لا. في عالمنا الفيزيائي، لأن تلك الروح واعية وخالدة ومتابعة، وهي هناك وتسمع. ولذلك كيف تفهم ذلك، وكيف نفهم ذلك، وكيف نتعامل مع ذلك؟ مع الصلاة مهم جدا، الصلاة عندها قوة فوق التصور، والصلاة تريح الروح الموجهة لها. هذا هام لنسمعه وعظيم لنتذكره. هنالك طريقة صحيحة، هل هنالك طريقة صحيحة وطريقة غير صحيحة للصلاة؟ نعم، بالإيمان وبالتعرف على أن هناك خطة علوية، إنها إرادتك وليست إرادة التي تتحقق، هكذا نقول لله. وأنا شخصيا في فترة تراجع إيماني بالله وتراجع إيماني بالصلاة، ذلك لأني كنت أصلي لأشياء الخطأ، وأصلي لأغراض الأنا الصغيرة الإيجو، ولذلك لم تستجاب. وفقط تأكد لي أن هنالك خطة إلهية. الآن تأكد لي أن هنالك خطة مقدسة، وتأكد أهمية الصلاة.
أنا أيضا عجبتني الفكرة حين رجعت لمشهد الأرض بعد مغادرتك العمق، وفكرت في نور المغزل وأرجعك. ما أجملها كناية لحياتنا هذا، وأفهم أنها حدثت، لكننا حين نصاب بالإحباط نفكر في النور، نفكر في النور في الإيمان. هل هذا ما حدث لك؟ هل هذا ما يمنحنا طاقة عليا؟ حينما نواجه بالضغوط نفكر في العلوية؟ نعم، أختي الصغيرة تقول لي حينما استيقظت أول مرة من أسبوع والأطباء مندهشون حولي ونزعت عني آلة التنفس، تقول أختي بدقائق من استيغاظي أني أبدو مثل بوذا صغير أجلس على السرير وأنظر إلى الموجودين من أطباء وممرضين وإلى أسرتي وهم في دهشة. وكأنما كل وجه وكل نفس معجزة، وأقول لهم كل شيء جيد، كل شيء جيد، كل شيء بخير. ونحن فعلا موضع معزة ومحبة وعناية إلهية. الإيمان بذلك والإحساس به بعمق أكبر، ثم أيضا إسكات ذلك التشويش العقلي، صوت الإيجو المشوش، وهو فقط متفرج، هو لا يصنع قرار. علينا التعلق بالقداسة التي تجمعنا، والأمر أن ننجمع بحب بعضنا وبحبنا لبعضنا نخدم أنفسنا بتقدير أعمق لذلك الرابط المقدس. هذا جميل. دعنا نتكلم عن حين قابلت البنت على جناح الفراشة، كانت مثل ملاك أو قائد لك. البنت التي قابلت دليل حسي على صحة تجربتك وأنها ليست خيال، وكانت هويتها هي الدليل. هل تمانع إشراكنا في ذلك؟ أريد أن أضع شيء يفسد المفاجأة. ما أرجوه هو أن يقرأ الناس كتابي فيحسون ما أحسست، وذلك ما شكل شكل الكتاب بصورته الراهنة. ولمن يريد منكم تذوق قصة قوة القصة، فقد ظهر فيما بعد أنني متبنى. أسرتي تبنتني حين كان عمري أسبوعين، ولفترة عشت مع أمي البيولوجية في مركز الطفل بنورث كارولاينا، ثم افترقت عنها، وبعدها لفترة طويلة لم أرى رغبة من جهتها لتبحث عني، وتوائمت مع ذلك، فقلت لها حياتها ولي حياتي، إلى أن أراد الله أن ابني يقوم ببحث مدرسي في الصف السادس في عام 2000، وأراد أن يعرف تاريخ الأسرة، ولم يثنه أن أخبرته أنني متبنى، أراد أن يتابع الأثر، ولطلبه كتبت خطاب لمركز نورث كارولاينا، وللغرابة ردوا علي أن عندهم معلومات، وكتبت ذلك في كتابي. كانت دقيقتين من الدهشة التامة في العام 2000، حيث علمت خبر أن والداي تزوجا لاحقا وأنجبا 3 أطفال، وأن أختي الأصغر مني مباشرة توفيت عام 1998، وأنهم ما زالوا حزينين، وأن الوقت ليس جيد لأدخل على حياتهم، وذلك كان السبب في تدهور إيماني بالله وبالصلاة. وذلك التدهور استمر ل8 سنوات حتى دخولي في الغيبوبة. طبعا الآن هذا شفي نهائيا، ولن أشك مطلقا في محبة الله، لكن المفاجأة بينما كنت أحاول فهم عمق التجربة الكبيرة الفائقة وكتابتها، قرأت الكثير من التجارب، تجارب الاقتراب من الموت، وكنت مندهشا، لما لم أقابل أبي هناك وقد توفى ل4 سنوات قبل الغيبوبة، وكان عندي معه علاقة خاصة، ولو أني كنت من أخطط لهذا لكان في مقدمة من أقابلهم. لم أره أبدا في تجربتي،
وهو أثر على حياتي. ثم من هذه البنت في اللغز؟ أتذكر وجهها كاملا ومتأكد أنني لم أرها أبدا في حياتي. ثم كيف أبي لا يأتي هناك وهو من أثر فيها؟ هذا يلغي الصفقة كلها. تجربتي جوهرية حقيقية، أنا متأكد من هذا، بينما عقلي لم يكن يعمل. كيف هذا؟ لماذا؟ كل الأمر لغز محير. وبعد 4 شهور من الغيبوبة استطعت حل اللغز، حيث أني عرفت أن أختي بالميلاد وعدت أن ترسل لي صورة عن أختي بيتسي والذي توفيت عام 1998، وفعلا أرسلت لي الصورة، وكانت تجربة عاطفية قوية، حيث أن الصورة مألوفة. وفقط صباح اليوم التالي وأنا أقرأ قصة لإليزابيث روس عن بنت مرت بتجربة موت جوهرية وفي غيبوبة، وقابلت أخوها بذلك الحب غير المشروط هناك، وقضوا أجمل الأوقات معا، وساعدها على لتتخذ القرار لترجع الأرض، وحين رجعت دهشت لتعرف أنه أخوها. أخبرها أبوها بذلك، قالت لكن ليس عندي أخ. أبوها قال لا، بل عندك، وقد مات 3 شهور قبل ولادتك ولم نخبرك بذلك. حين ذلك رجعت للصورة التي أرسلتها لي أختي عن أختي بيتسي المتوفي، وتأكدت أنها البنت التي تركب معي جناح الفراشة. نعم، إنها هي نفسها بعيونها الزرقاء المتألقة. أنا متأكد تماما من الهوية، ولأني لم أعرف شخصيتها جيدا صعقت بقوة الأمر وقلت هذا مستحيل، هو واقع أكبر من تصوري. بعدها بدأت أتصل بأسرة ميلادي كل أسبوع أو نحو، ومن ذلك كان غرضي لأعرف بيتسي بصورة أفضل. وكل ما أخبروني عن كيف أنها كانت روح كبيرة ومحبة، وكانت تأوي القطط والكلاب الضالة وتطعمهم، تدخلهم إلى البيت، وكانت تعمل في مركز لتأهيل الفتيات المغتصبات وتعتني بالمحتاجين، وكانت روح محبة، وكانت روح كبيرة جدا. واتضح لي جليا تفاصيل شخصيتها، وطبعا الصورة كانت واضحة لتكمل معلوماتي عن أختي. سبب أني سألت، أعرف أهمية القصة وأن كثير من مقابلات التلفزيونات تسأل عنها ويضغطونها في برامج في 4 و5 دقائق. كثيرون طلبوا منا أن أسألك، وبعضهم لم يقرأ الكتاب بعد، ولكن تشغلهم هذه القصة تحديدا، قصة أختك. جيدا أنك شرحتها، ما أجملها قصة، وما أجملها خاتمة للكتاب، وأيضا ما أجملها خاتمة لهذا اللقاء. وأتمنى أن يشتري الناس الكتاب، والجميع في البلاد إن لم نقل العالم كله يشتري هذا الكتاب. ومع معرفة ذلك، فالكتاب شيق، الكتاب يقلب صفحاته ذاتيا، الكتاب جميل ومثير، فيه الكثير والمزيد ليقال. وأتمنى لو أني أكلمك لساعات أكثر وأكثر، تكلمت عن أسباب وجودنا، وأعرف أن ذلك كتاب بنفسه، لكن هل يمكن أن تختم لنا بأن تقول لنا ماذا نفعل هنا؟ الرسالة جوهرية وفي نفس الوقت بسيطة جدا. تجربتي تثبت ببساطة أن وعينا وأرواحنا خالدة، وأننا أصلا روح، وأن أرواحنا لا تعتمد على الدماغ. وعينا أكبر من الدماغ، ونحن أكثر من مجرد أجسام فيزيائية. والسر الحقيقي لنكون هنا هو أن الروح متمددة بما لا يقاس عن التكوين المادي، ولسنا هنا ميلاد وموت فقط. علاقتنا بالأرواح في الكون أكبر وأغنى وأوسع، وذلك هو غرض بقاؤنا هنا. هذا قوي جدا، أخذ بذلك لدقيقة. دعوني أعرض عليكم غلاف الكتاب مرة أخرى، دليل السماء، وهذا هو الكاتب، ستعرفونه على خلفية الكتاب.
رحلة جراح أعصاب في عالم ما بعد الحياة. يمكن طلبه من أمازون. كنت مبهج وكنت إشراقة من عدة نواحي. ما أعظم ضيفنا لليوم، ونحن نستشعر الدفء والمحبة في قصتك، وأنا ممتن لك أن تكون ضيفنا اليوم، وأشكرك. أشكرك دكتور إبن. أدعو المشاهدين ليزوروا eternia.org، وهو موقع بدأنا نعلم الناس به الأخلاق والتحول الروحي، وهو عن تجارب قرب الموت، ويمكن للجميع أن يسجلوا تجاربهم ليساعدوا الناس في فهم الوعي. ويعلمونهم كيف أن وجودنا الروحي والعلوم التجريبية ستنجمع معا، يمكن أن تنجمع معا، وهذا هدفنا وهذه رسالتنا. ما اسم موقعك مرة أخرى؟ eternia.org. وموقعك الشخصي؟ life beyond. الوصلات سنضعها أسفل الشاشة، وكذلك الفيديو، وسيرغب الناس بالزيارة والتعلم. ربما نلتقيك مستقبلا، وربما يخرج لك كتابا جديدا. وفي كل الأحوال، شكرا جزيلا. شكرا وتقديري بوب.